شاركت الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة بوزارة الداخلية في ندوة حوارية مفتوحة بعنوان العقوبات البديلة والسجون المفتوحة. نعم، وتأتي هذه الندوة للتواصل المباشر مع الأهالي فيما يتعلق بقانون العقوبات والتدابير البديلة والآليات المتبعة لدى تطبيقها على المستفيدين. نظمت سعادة النائب كلثم الحايكي بالتعاون مع جمعية بربر الخيرية ندوة حوارية مفتوحة بعنوان العقوبات البديلة والسجون المفتوحة، وذلك بمشاركة الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة بوزارة الداخلية. وخلال الندوة استعرض ممثلو الإدارة أهداف قانون العقوبات البديلة، والذي يأتي في مقدمتها إصلاح الفرد والتقليل من الضرر الذي قد يقع عليه شخصيا أو على أفراد أسرته من الناحية الاجتماعية. وأكدوا أن المواصلة في التوسع في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة والبدء في تنفيذ برنامج السجون المفتوحة تمثل نقلة نوعية في منظومة حقوق الإنسان في مملكة البحرين، وتسهم في تعزيز مسيرة الإنجازات المتميزة التي تحققت خلال السنوات الأخيرة. من منطلق واجبنا بجمع المواطنين بالمسؤولين في لقاءات مباشرة بخصوص المواضيع والملفات اللي تمسهم بشكل مباشر، مثل قانون العقوبات البديلة والسجون المفتوحة اللي يشكل نقلة نوعية في العدالة الإصلاحية في مملكة البحرين. وأنا في رأيي ليست فقط عدالة إصلاحية بل عدالة اجتماعية أيضا. كل الشكر والتقدير إلى وزارة الداخلية على رحابة صدرها وتوضيح للمواطنين مفهوم وآلية وثقافة العقوبات البديلة والسجون المفتوحة، حيث كان لقاءنا اليوم جدا شفاف وجدا صريح، أثلج صدور السائلين بالإجابات الشفافة والواضحة. وزارة الداخلية بيّنت أن متى النزيل اللي يقدر يحصل على العقوبة البديلة وشنو الشروط مالها، شنو الالتزامات اللي عليه ولا إلا، فبين هناك أن في تطور كثير، هناك انفتاح أكبر، في هناك مرونة أكثر للعقوبات البديلة. استجابة ممتازة بصراحة من وزارة الداخلية، وحسب التفاعل والردود والأسئلة الناس متعطشة وتريد تعرف أكثر عن السجون المفتوحة والعقوبات البديلة إلى آخره. وأشار ممثل الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة خلال الندوة إلى أن توجيهات جلالة الملك المعظم في مواصلة التوسع في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة والبدء في تنفيذ برنامج السجون المفتوحة تقف وراء ما يتم تحقيقه من إنجازات في منظومة حقوق الإنسان في مملكة البحرين، موضحين أن الإدارة تسعى دائما لتعزيز التعاون مع وزارة العمل ووزارة التنمية الاجتماعية والقطاع الخاص بهدف توظيف المستفيدين وإعداد البرامج التأهيلية لإكسابهم الخبرات اللازمة والحرف التي تمكنهم من الانخراط في سوق العمل وإعادة دمجهم في المجتمع. ضمن قانون العقوبات البديلة نوقش اليوم آخر المستجدات حول هذا القانون وآلية تطبيقه وأفاق التوسع فيه، إضافة للعنوان الجديد بالتحول نحو السجون المفتوحة والتي تتيح للسجناء والمحكومين التأهل والاندماج في المجتمع. خالد العون لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.